السلام الله عليكم، مرحبا بكم بقناة كارمين جوليا قارئة التارو والكوتشينة. إذا كنت الأول مرة تشاهد الفيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل، سواء فيديوهات لتوقعات الأبراج أو شتى المواضيع أو إشعارات البث المباشر اللي بنعمله للإجابة مجانا على سؤال واحد يخصكم، فمرحبا بكم معنا. النهاردة وحسب طلب المشتركين المتكرر على التكرار وعمل أكثر وأكثر فيديوهات بما يخص الحبيب، يعني فيديوهات بتخص العاطفة، عندنا النهاردة فيديو حسب ما قرأته في عنوان الفيديو: اعترافات وأسرار لم يبوح لكم بها الحبيب سابقا. سواء أنتم منفصلين متباعدين أو أنتم مع بعض وعاوزين تعرفوا يعني مخبي عليكم إيه، بيفكر في إيه، أسراره الداخلية الدفينة. هيكون الاختيار حسب أول حرف من اسمه، الاختيار الأول مجموعة أولى الأحرف دي، أو اختيار الحجر الأزرق ده، المجموعة الثانية حامل المفاتيح ده، أو أول حرف من اسم الحبيب الشريك أو الزوج من الأحرف دي. نبدأ على بركة الله مع أصحاب المجموعة الأولى اللي اختاروا الحجر ده. هنشوف أولا طاقتكم أنتوا، ما تسيبونا نخلط الكروت يا ناس، ما تسيبوني أخلط الكروت. طاقتكم عندكم تعلق شديد جدا بماضي ألمكم، يا إما فقدتم حد مش حبيب، فقدتم أولا حد كان عزيز عليكم، أب أم صديق صديقة ابن ابنة أخت أخ، وفوق هذا الألم كمان يعني حاسين إنكم دلوقتي أصبحتوا يتامى، ما عندكمش يعني مين اللي حيطبطب على ظهركم، مين اللي حيسأل عليكم بفقدان الإنسان ده، يعني وفاة الإنسان ده. زاد طينا بلة الحبيب، حاسين انه بعد يعني خروج يعني وفاة الانسان ده من حياتكم، حسيتوا انكم يعني اتيتمتوا بحقه حقيقي، حتى ولو كنتم عندكم الاهل بتاعكم، حتى ولو يعني انتوا دلوقتي توفت لك البعض منكم، توفت امك او توفى ابوك او انت حتى يعني يتيمة، في حد خرج من حياتك بطريقة يعني مفاجئة. ما بتكلمش دلوقتي على الحبيب، على الحبيب هنتكلم عليه بعدين. الحد ده اللي ضاع منكم ساب فراغ كبير جدا في حياتكم، وقاعدين متعلقين بذكريات الإنسان ده لما كنتوا عايشين معاه. الحزن ده والألم ده لم يبرأ، يعني لم ياخد وقت عشان يبرأ، وجاء جرح آخر اللي هو من طرف الحبيب أهو. ما زاد الطين بلة، تأزم الأمور عندكم أكتر فأكتر، حاسين إنكم اتولدتوا في الدنيا دي عشان تتعذبوا كده، تفكروا وتقولوا أنا يعني مش فاكر لي أو مش فاكرة لي لحظة عشتها كويسة، كل حياتي دمر في دمر وخسارة في خسارة أهو. سبحان الله، اللي يدخل حياتي ياخد منها حاجات ويخرج ويسيبني في الآهات والآلام اللي أنا فيها دلوقتي أهو. سبحان الله، بتكلم والكروت بتخرج زي ما بتكلم. حتى ولو كنت انت راجل او راجل زي ما يقولوا، نسمع طاقة يتجيلكم الضربة او الاذية او الاذية من طرف انسان قريب منكم، سواء حبيب صديق احد من الاهل احد من الاقارب احد من الجيران احد من زملاء العمل، يعني اللي يجي يخرب حياتك ويخرج منها او يخرب حياتك ويخرج منها. تسامحتم كثير جدا مع ناس كتيرة أذيتكم،
لكن برضو نفس المشكلة ترجع، دمار في دمار في دمار. غالبا يعني انتوا دلوقتي في الطاقة الحالية ما عندكمش وقت للعاطفة، سكرتم الباب على قلبكم وسكرتم قلبكم بالمفتاح ورميتوه في الشارع من كتر الأذية اللي اتأذيتوا منها. لقدرين لم تتشافوا بعض من أذية حبيب، ولستم في الوقت الحالي مستعدين للدخول في أي علاقة كانت. ربما تعب إرهاق نفسي عاطفي بدني مش مخليكم مستعدين انكم تدخلوا في علاقة اخرى او تفكروا في العلاقة دي اللي انتم فيها دلوقتي. وصلتم للحدود بتاع القدرة او الطاقة اللي تتحملوا بيها اكتر فاكتر من اللي عانيتوا فيه في السابق او اللي انتم بتعانوا فيه منه. فدلوقتي عاوزين تتشافوا من الجراح دي كلها، يعني هدوء انطواء، سيبوني في حالي، زهقت مش عاوزة حاجة. رغم انه في اعماقكم لازلتم يعني عندكم نبضة كده من قلبكم تذكركم بهذا الحبيب. سبحان الله بتكلم والكروت تخرج حسب ما بتكلم. تذكركم بهذا الحبيب، تذكركم بما ضحيتم من أجل العلاقة هذه قصاد رجل شايفينه أنه كان نرجسي، يعني حسسكم أنكم تشحتوا منه العاطفة، تشحتوا منه الحب، مش يبادلكم الحب، لا أنتم معطائين بسخاء وهو يعني بيوزن كل حاجة بيديها لكم. يعني اديلك شوية مشاعر لكن انت تديني اكتر او انت تديني اكتر، ما سبتوش حاجة اديتوها الانسان ده، لكن دايما كان بيقابلكم بقساوة، ما كانش يدي قيمة للعواطف اللي كنتم يعني بتدوها للانسان ده. عاوزين دلوقتي ربما انتم في طاقة رغبة في التخلص من طاقة شايفينها غامضة، ما عندكمش الدليل الملموس إذا اتعمل لكم سحر، إذا عندكم تابعة، إذا اللي حصل لكم عين حسد، مش فاهمين. مرة تقولوا في طرف ثالث هو الذي تدخل كذا وكذا وكذا، مرة تقولوا لا الطرف الثاني بتاعي هو اللي عمل كده. فأصبحت أفكاركم كلها متشلوشة كده، مش عارفين على أي بر تترس، يعني تقعدوا كده وتحسبوها كويس وتخرجوا بيها ألف زائد واحد زائد واحد يساوي اتنين، ألف زائد باء زائد تاء زائد تاء، وتلقوا الجملة اللي هتقدر توصف لكم الوضعية اللي انتم عايشينها أو اللي عشتوها سببها إيه. لب الموضوع زي ما بقول لكم دايما. أوكي نشوف دلوقتي طاقة الإنسان ده في الطاقة الحالية بتاعته كيف هو؟ The Two of Pentacles, The Ten of Wands, The Six of Wands, The Five of Swords, The Three of Swords. غالبا أصحاب القراءة دي أقول لكم 76% 78% علاقات ثلاثية رباعية خماسية ومعقدة، لأنه في طاقة الإنسان ده اللي حطيتوه دلوقتي في الضمرة بتاعتكم أصحاب المجموعة الأولى، خارجيا خارجيا بنشوف الإنسان ده
شوفوه عايش حياته لا غير متوله، او يعني مش منتبه ليكو، مش منتبه للانفصال ده، او مش منتبه للحاله اللي وصلت له العلاقه. عايش حياته يعني بيعمل علاقات وكل حاجه، يعني ربما البعض منكم زي ما قلت لكم علاقات ثلاثيه، شايفينه انه هو الطرف الثالث، عايشين حياتهم ويتفسحوا، وهو في بلده يدي يعني الطرف الثالث يخرج معاه يتفسح بلد اخر، او يعني يشتري لها حاجات، وانتوا قاعدين كده في مكانكم، لا كلمة تواسيكم ولا جملة تشرح لكم ايه اللي حصل، ولا حتى يكلمكم يقول لكم هنرجع مش هنرجع، لا كده ولا كده. لكن في الواقع انتم ظاهريا يعني من بره كده بتشوفوا، لكن في طاقته الحالية هو دلوقتي نفسيته مقهور من الداخل، عاوز يظهر ما ليس هو بداخله. ليه؟ لأنه هو أصلا إنسان متكبر، بيخاف على كرامته، مش عاوز يمرمط كرامته في الأرض. بكارت الثري أوف سوردز والسكس أوف سوردز هنا بنشوف إنه الإنسان ده بيمر بأوقات صعبة جدا، بدأ يدخل في نوع من تساؤلات، هو ليه أنا يعني دخلت في علاقات كده دي مع دي مع دي مع دي، يعني ليه ما صفتش أموري مع واحدة أقعد معاها، ولا ما أقعدش معاها أسيبها تخرج من حياتي وأروح أشوف حياتي أنا. يعني هو علق نفسه، علقكم أنتم وعلق الأطراف الأخرى اللي في حياته، فاللخبطة اللي عملها في حياته دي مع رغبته على أنه يظهر ما ليس بداخله عكس ما هو ده بداخله، بدأ دلوقتي يحس بإرهاق نفسي، بدأ يدخل في انطواء، يحاول يغطي كل ما يكذب على نفسه أو يكذب على الناس بما يظهره، أصبح يكذب على نفسه هو بحد ذاته. ليه؟ لأنه هو بكتر ما يدور على الناس هيقولوا إيه، أنتوا هتقولوا إيه، هتسمعوا إيه، هيقولوا عليه إيه، بدأ يغطي الثغرات اللي بدأت يعني تظهر في شخصيته أو في حالته في طاقته الحالية بدخوله في علاقات فاسدة، زي ما بقول للمشتركين بتوعي علاقات فاسدة، يعني علاقات دي غولاسيون سون لوندومان، يعني علاقات مش فاشلة، علاقات ليس لها غد، يعني مثلا تعجبه واحدة يتقرب منها ينام معاها بعدين خلاص ما يرجعش معاها مرة تانية، ينقب من هنا ينقب من هنا من كل بستان وردة، لكن يضرب ويهرب ما يستقرش في علاقة. كل اللخبطة دي اللي أدخل نفسه فيها أصبحت نفسه دلوقتي نكد في نكد في نكد في نكد. أوكي. طب أفكاره دلوقتي بعدين نشوف الأسرار بتاعه، أفكاره ندمان، ندم شديد جدا 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 بالأيد أوف سوردز، تعبان نفسيا، في حاجات غامضة، شوفوا هنا الإنسان ده دلوقتي ازاي يفكر ازاي، شايفين انتوا الكلام اللي قلنا عليه هنا ازاي شايفينه انه عايش حياته كذا وكذا وكذا، يبقى هو انتم كذلك عندكم نفس الطاقة انتم الاثنين، فهو بيشوف بيفكر يقول يعني كل الأذية، بيبص كده ويشوف ليكم يعني كل الأذية اللي أذيتها لها أو عملتها لها كل حاجة، وزي ما قلت لكم هنا عندكم حد اتوفى مشتاقين ليه أو ربما بتشوفوه في أحلامكم، رغم كل اللي عملته لها لا زالت واقفة،
لازالت يعني جميلة وكل يوم تحلو أكتر من اللي فات. في أخبار بتوصل له على إنه في رجال آخرين أو في ستات آخرين بيلحوموا حواليكي أو حواليك أنت اللي بتفرج على هذا الفيديو. شايف إنه لما خرج من حياتكم أو لما حصل المشكلة اللي حصلت مؤخرا إنك تحلويته زي هو، تظهرون ما ليس بداخلكم، لكن هو فاكر انه دي شخصيتكم كده. انتوا قوي اقوياء، عندكم جمال، عندكم تجديد للطاقه بتاعتكم. عنده حيره، الهايك بريستس عنده حيره من اين تاتون بهذه الطاقه، مبتسمين واقفين ما تظهروش حاجه، قاعدين يعني بتدعوا ربنا للحاجات اللي انتم فقدتموها كحاجة اخدها ربنا مش حاجة عملها عبد. وسمع مؤخرا او وصل له خبر وعاوز يتحقق منه، حاسس انكم بحلاوتكم الجديدة دي، بصفتكم الجديدة، حاسس انه دخلتم في علاقة مع حد اخر. فهو دلوقتي عاوز يظهر أكتر ما هو كان يعمله هنا، لكن عاوز يظهر لكم إنه يحاول يتقرب ليكم على إنه يعني هيقول لكم أيوة أنت عاوزة إيه، إذا كنت أنت عاوزة حاجة أجيبها لك وكذا وكذا، يعني يظهر لك إنه على قدها وقدود، يعني رغم اللي حصل ما بيننا مفيش مشكلة، إذا كنت محتاجة حاجة اتصلي بيا، يعني يمثل اكتطالا بيرش، يعني يعطي لك حبل عشان تمسكي فيه وتيجي انت لعنده، يعني طعم كده فخ عشان انت ايوه انا محتاجه تروحي لعنده بدون ما يقول لك لا انا محتاج لك، انا عندي غيره دلوقتي بتاكل في قلبي، مش عاوز حد اخر ياخدك مني. ليه؟ لانه هو في السابق كان فاكر انه خلاص لما تمكن منك وعارف انك بتحبيه وخلاص متعلقة بيه ضمنك، لما ضمنك بدأ يجرف نواحي اخرى، ودي الغلطة اللي ارتكبها هو. كان فاكر حاجة لكن لقاكي حاجة اخرى، عشان كده هو دلوقتي بيفكر ازاي يجيب لك الطعم اللي يسيبك انت تيجي لعنده مش هو يجي لعندك. كبرياءه. اوكي، طب ايه هي الاسرار الدفينه الدخيله، يعني الدفينه في قلبه اللي ما بحش ليها، لم يبح ليها بها لاي مخلوق؟ ما هي الافكار دي؟ في قلبه، في شرايين دمه، في خلايا جسمه، عارف انكم انتوا الاتنين او انتي، او اذا كنت انت راجل بيتفرج، انت الانسان اللي هيقدر يبني بيها حياته مستقبله مع اولادكم اذا كنتم متجوزين او متطلقين او يعني عاوزين تتجوزوا، عارف انكم انتم في حد ذاته في اسراره زي ما قلت لكم في خلايا دمه ولحمه، عارف انكم انتوا اللي هيقدر يعمل معاكم بيت واسره ويكمل طريقه معاكم، لانكم ناس قد المسؤوليه. بكارت الجاجمنت يؤكد كلام الكارت الاول انكم هيكون او كان او هو موجود ما بينكم جواز قدري من عند ربنا، ان علاقتكم ما جاتش كده بس، كانت مكتوبه من عند ربنا، لكن هو كان انسان او هو يعني عرف او عارف في اعماقه انه انسان خسيس. هتقولي لي ازاي يعني الكينج اوف كابس وتقولي لي كذا خسيس؟ بهزر، على ان في بعض الاحيان يعني بيعلقوا لي تعليقات يعني عقلي يحمل الفرامل يوقف الفرامل من كتر يعني لا استوعب ازاي فكروا. معلش، هنا الكينج اوف كابس، اوكي كينج اوف كابس، لكن شوفوا الصوره كويس، الانسان ده
هل ملك يقعد له قعدة دي قدام العلن؟ الملك له هيبة، لكن شوفوا الملك ده حاطط رجل على رجل ازاي، ونظرته ازاي عاملة، ويشرب خمرة، يعني لا مبالي بأي حد، صايع زي ما نقول احنا في البث لما نهزر مع بعضينا. في أعماقه بيلوم نفسه كتير جدا لأنه معرفش يتصرف معاكو، معرفش ازاي يعني يخليكم تقعدوا في حياته، ازاي يحتفظ عليكم او يحتفظ بيكم او يرعاكم او يرعى المحبة دي اللي اديتوها له في يعني في الاول. لوم شديد جدا. شايفين لما نقول فاقد الشيء لا يعطيه، الانسان ده ما كانش حاسس بالحب، ما كانش حاسس بكل شيء اللي اديتوه انتو لحد ما حصل اللي حصل ما بينكم، يا اما انفصلتم، يا اما مطلقين، يا اما دلوقتي في علاقه بارده، فندم انه ما اهتمش بيكم، لم يدي قيمه لتعبكم، لم يشكركم لما عملتوه لاجله. اسرار ما يقدرش يبوح بيها لاي حد، والسر الكبير والعظيم قلة الحياة عشقة اللؤلؤ، قلة الأدب. والسر اللي أكبر من كده إنه بيحبكم، إنه بيحبكم، بيحب كل مليمتر في جسمكم، مشتاق ليكم، عاوز يحضنكم، عاوز يتقرب ليكم عشان يشم ريحتكم كده، مشتاق لكم اهو، عاوز يشوفكم قدامه كده مرة تانية زي ما كنتوا في الأيام الأولى وزي كنتوا تتعاملوا معاه. ندم ندم شديد جدا لأنه عرف أساسيات ما كان موجود قدامه ولم يستغله بطريقة كويسة بسبب كبرياءه، بسبب عدم فهمه للأمور من أولها. دي كانت الأسرار، الأفكار طاقتك وطاقته. هنشوف دلوقتي نصيحة الكروت هتقول لنا إيه لأصحاب المجموعة الأولى، ونقول لأصحاب المجموعة الثانية مجموعة أولى. كارت النصيحة بيقول لكم إيه؟ أو إيموسيون، أو دوس، ماء ومشاعر، الماء العذب، الويدان والبحيرات، أم لما بداخلي، بأعماقي، بروحي، غوصي بروحي في أعماقك كي أشعر بالفرحة في كل حاجة أختارها في حياتي. دي كانت نصيحة الكروت الأولى. نشوف الأوراكل دو بيلين ماذا سيقول لنا. يلا المرض، لا مرضي، تعلق مرضي للبعض منكم، تعلق بحاجة قهرتكم من الداخل. وحتى الإنسان ده يعني طريقته في ال شوفوا كده سبحان الله، لانكونستانس، عدم الاستقرار، لغيتاج الإرث،
الوضعية اللي انتم فيها دلوقتي، سواء انتم ولا الطرف الثاني اللي الحبيب اللي حاطينها دلوقتي في القراءة بتاعتكم، اللي بتحسوا بيه دلوقتي واللي مريتوا بيه وعدم الاستقرار اللي انتم فيه دلوقتي، هو ما تخلف عن ما عمل سابقا. يعني حتى انتم، حتى ولو كنتم اسخياء، ناس طيبين وكذا وكذا وكذا، اي نعم اتقهرتم، لكن بكارت الاغيتاج هنا، يعني الارث لمرضي المرض وعدم الاستقرار، حتى ولو كان عندكم كل الصفات الطيبة، انتوا كمان اخطأتم لانكم لم تعملوا توازن، لانكونستانس، لم تعملوا توازن لما تعطون لأي إنسان حبيتوه. اديته بكل سخاء، يعني بالرغم ما كان مفروض انكم تكونوا يعني من الخطوة الأولى تروحوا يعني بشويش، انتوا لا، من الطبق السفلي للطبق العاشر مباشرة، ما حسبتوهاش كويس. فالغلطة غلطتكم لمالادي لغيتاج الإرث، ما تحصلتم عليه هو ما نتيجة أعمالكم، زي الكارما مثلا، لكن دي مش كارما، دي خطأ في الاختيار، خطأ في حساب الأمور. كذلك هو الحبيب أو الحبيبة نالت أو نال ما عمله في الماضي، الإرث ستحصد ما زرعت، هو بيحصد ما زرع وانتم بتحصدوا ما زرعتم، لكن الغلطة اللي غلطتوها انتم انكم مش لانكم مش يعني حد طيب مش كويس، لا، الطيبة لها ميزان، السخاء له ميزان، لكل حاجة عندها قدرها وميزانها. عشان كده جت التلات كروت دي بتقول لكم وتذكركم ألا تقعوا في نفس الخطأ أو الغلطة اللي غلطتوها في السابق، سواء مع هذا الإنسان أو مع إنسان آخر يدخل حياتكم، سواء صداقة، محبة، أو زمالة كده في الشغل. أوكي، نشوف دلوقتي الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي. 100%، 80%، 60%، 50%. نفضي المكتب شوية، عملتولنا زحمة فهزر، عملتولنا زحمة فوق المكتب، المكتب شايفين الفصاحة، المكتب. ما تنسوش اننا بنعمل لايفات بعض الاحيان كده عشان ندردش بعض المواعيد، مواضيع اللي بتهم الناس، بتكون مبهمة بالنسبة لكم فيما يخص علم الطاقة، السحر، يعني حاجات زي كده. فنرحب بالناس اللي هم جداد معانا، ما تنسوش تدعموا القناة. هكون معاكم ربما في السوبر شات للإجابة الفورية، السؤال الواحد بميزة سوبر شات 9 يورو. 100% برج الثور، برج الجدي، وبرج العقرب. 60% برج القوس، برج السرطان، وبرج الحمل. 60% برج الأسد، برج الدلو، وبرج الميزان. أما 50% برج العذراء، برج الحوت، وبرج الجوزاء. إلى هنا وصلنا نهاية القراءة الأولى. نمر دلوقتي لأصحاب القراءة الثانية، ونشكر أصحاب القراءة الأولى لوعدكم معنا ولاختياركم لقناتنا. أصحاب القراءة الثانية اللي اختاروا حامل المفاتيح ده، نحطه هنا أو قدامكم، ونبدأ على بركة الله نشوف طاقتكم. طاقتكم الحالية كيف هي؟
من أولها. ليه الحزن ده كله؟ طاقتكم الحالية زهقتوا من الحب وسنينه وأسنانه واللثة والفك العلوي والسفلي. عاوز أضحككم وتحكوا شوية، خاصة الناس اللي هم متجوزين عندكم أطفال تعبانين في هذه الدنيا، خاصة اللي هم بيشتغلوا مش عارفين تعملوا ايه، مش عارفين هل اللي بيحصل لكم ده كارما جت من عند ربنا، رغم انكم بتقولوا انا ما عملتش حاجة، ليه كل الأذية دي؟ ليه انا حزينة كده؟ البعض منكم فئة قليلة، انت او انت متجوزين وعندكم علاقة مع حد اخر، فدلوقتي مش عارفين تتخلصوا او تخرجوا من الوضعية دي الصعبة اللي حطيتوا نفسكم فيها. غالبا البعض منكم هنا يا اما عندكم فرق في السن، يا اما عندكم فرق في مكان تواجد، او انت حد اصلا مع انسان اجنبي مش نفس الجنسية بتاعتك او نفس الديانة بتاعتك. غالبا طاقتكم هنا ناس عندكم مسؤولية كبيرة، يا اما انتم مسؤولين على انسان كبير في السن، طاعن في السن، ابو زوجك، ام زوجك، ابوك، اخوك، خالك، عمك، معكم في البيت، هو مريض، جدي، جدتك، عندك مسؤولية كبيرة، مسؤولية أولاد، مسؤوليتك، مسؤولية إخوة، مسؤولية أحد من الأهل أو أحد أهل الزوج، سواء كنت حبيبة أو كنت زوجة، حياتك مسؤوليات في مسؤوليات في مسؤوليات من صغرك أو من صغرك، وانت بتعاني وانت مسؤول وانت ملزم دايماً انك تتحمل حاجة فوق طاقتك. نفسكم انتوا بحد ذاتكم مش قادرين عليها، فما بالكم المسؤولية اللي على عاتقكم، وما بالكم المسؤولية اللي على عاتقكم. عندكم رغبة ان الامور تتغير، بعض منكم اخذ قرارات ندم عليها في بعدين، البعض الآخر يقول لا دلوقتي أنا، يعني بما أنكم أنتوا كتير يعني الحمد لله بتتفرجوا على هذا الفيديو أو هتتفرجوا على هذا الفيديو، بما أن القراءة دي طاقتها مفتوحة، بتقولوا أنا خلاص أخذت القرار أني أخذ زمام الأمور بإيدي، مش هستنى حد، هبص لأفاق جديدة في حياتي، أخذت القرار خلاص، يكفيني جراح. انا كل ما ادخل من قناة لقناة قولوا لي فيه رجوع، فيه رجوع، فيه خروج الطرف الثالث، فيه كذا وكذا، وما حصلتش حاجة، استنيت كارما، ما فيش حاجة، الكارما انا بشوفها راجعت عليا انا. طب انا عملت ايه عشان استاهل كل اللي بيحصل لي ده؟ كده بتتكلموا مع نفسيكم، كده الطاقة بتاعتكم الحالية. اللي يدخل حياتكم يسيب دمار وراه، فأخطاء الغير تتحملوها انتوا. ربما ساعدتوا الحبيب ده او الحبيبة دي بفلوس، بذهب، بملك، إرث، لكن هيهات لمن تنادي، او مش عارفة ازاي بقولها دي، لا نداء لمن تنادي، حاجة زي كده يعني، عاوز افتكرها نسيتها يعني. الله ما افتكرتهاش يعني، اعتذر. عارفة انكم هتكتبوها في التعليقات، اكتبوها في التعليقات. ف عندكم ندم شديد لكل
حاجة عملتوها للإنسان ده. متمنين إن الزمن يرجع للورا عشان تصلحوا أمور أنتم دلوقتي ندمانين عليها. دي طاقتكم. نشوف طاقة الإنسان التاني ده، الحبيب، الزوج، الحبيبة، العشيق. طاقته الحالية بيمر بأزمة مادية حرجة جدا جدا جدا. يا إما البعض منكم كنتوا عايشين في علاقة ثلاثية واكتشف إن الطرف الثالث غدر بيه، وقعه وقطع رجليه، وهو دلوقتي ندمان في الطاقة الحالية. يا إما طرد من الشغل، أو كان بدأ مشروع وخسر في المشروع ده، فطاقته دلوقتي بتقول إنه هو دلوقتي تعبان ماديا، تعب مادي وأرق. ربما أنتم يعني في علاقة ثلاثية أو رباعية للبعض منكم، أعتذر، ودلوقتي بيرجع حساباته لأنه دلوقتي ما عندوش الميزانية الكافية عشان يصرف على 2 بيوت. هو في الطاقة دلوقتي كده. طب نيجي نشوف عقله بيفكر في ايه، ايه الحاجات اللي بيفكر فيها دلوقتي. قلتلكم تعبان، تعب وأرق شديد جدا. حاسس انه الكارما رجعت عليه من عند ربنا، انه الكارما جاته من عند ربنا، والكارما تؤكد 3 كروت. عدالة من عند ربنا. هو دلوقتي حالة تأنيب ضمير شديدة جدا. شايفين الإنسان اللي بيمشي في النهار وتشوفوه كده بيمشي لكن عقله سايح سارح كده، هو دلوقتي عنده تأنيب ضمير لعدم يعني لعدم استطاعته، عشان نفس الأمنية بتاعتكم يعني، عشان يرجع الزمن للورا ويحافظ على الحب اللي كان ما بينكم، يحافظ عليكم انتوا بحد ذاتكم في حياته، لانه هو شايفها كارما ركعت عليه المشاكل اللي هو فيها دلوقتي. مديون عند الحكومة، يا اما ضرائب يا اما ديون. هو دلوقتي عنده أزمة فيها، يا إما عمل قرض، يا إما استلف فلوس ودلوقتي الناس اللي أقرضوه الفلوس دي يطالبونه بها عشان يرجعها لهم، هو مش قادر يرجعها لهم. يعني اتخلطت عليه الأمور، لكن في أعماق أعماقه بيفكر يقول ده جزاء ما عملته في المخلوقة دي، في الإنسان الطيبة دي، في الإنسان الطيب ده السخي ده، في الإنسان الطيبة السخية دي. فربنا دلوقتي قلب علي المواعين، قلب علي الموازين. غالبا وصلت المشكلة المادية اللي هو فيها دلوقتي للمحكمة، أو البعض منكم المشكلة المادية يعني نصف من المشكلة المادية اللي هو فيها دلوقتي تعويضات طلاق، نفقة، حاجات زي كده، إرث، حاجة زي كده. فعنده مشاكل كبيرة جدا فيما يخص الفلوس، وشايف انه كل ده بسببكم انتوا، لانه بيعرفكم كويس انه بداخلكم
افهموا كويس المعنى بداخلكم، انتوا زي الطفل الصغير النقي، نقي المشاعر، نقي النوايا، لكن هو غدر بيكم كده بيفكر دلوقتي. طب الأسرار اللي في قلبه اللي لم يبح بها لأي حد، ما هي؟ ما هي هذه الأسرار؟ قلت لكم عارف إنه أذاكم، عارف إنه غدر بيكم، متيقن بذلك وتأنيب ضميره بأنبه تأنيب شديد جدا. بيفتكر الذكريات اللي كانت ما بينكم، بيحبكم لشقاوتكم، بيحبكم لجمالكم، بيحبكم لعفويتكم. مشتاق يعني في أسراره الداخلية لما لم يبح لها بأي حد، يعني لم يبوح بها لأي حد، مشتاق لوجودكم في حياته. ليه؟ لأنه هو عارف أنه لما كنتم في حياته أو لما كنتم كويسين مع بعض كنتم أدم سعد عليه، كان كويس، مرتاح ماديا، كان مرتاح نفسانيا، ماديا، جسمانيا، فكريا، عاطفيا، كان زي الطفل المدلل. لكن خيانته ليكم ندمان عليها جدا دلوقتي، وخاصة العلاقات الثلاثية. هو اكتشف وعارف انه الطرف الثالث عمل له سحر. ليه؟ لانه جرب علاقات جنسية مع ستات اخريات وعرف انه عنده ربط، عن كل احترامات عن الانتصاب، عن اي رغبة مع ست اخرى. ولما نم مع الست مع الطرف الثالث ده حياته الجنسية عادية، فندم زي ما قلت لكم ندم شديد لإدخال الطرف الثالث ده، لأنه عارف إنه دلوقتي تحت رحمة الطرف الثالث. شوفوا البخور كده اللي خارج من هنا. تيقن باليقين إنه الطرف الثالث اللي هم في علاقات ثلاثية، سواء أمه، سواء زوجة، سواء حبيبة أو عشيقة، أو حبيب أو عشيقتك أو حبيبتك أو زوجتك أو أمها، هم اللي عملوا لها السحر ده أو اللي عملوا له السحر ده عشان يفرقوا ما بينكم أنتوا الاتنين. عنده اليقين أنه اتعمل له حاجة. أسراره العميقة شايفين القلب لما يكون فايض بالحب. دلوقتي قلبه هو فايض بالندم، قلبه بيدمي ندم عليكم انتو، عاوز يلقى الطريقة عشان يتحرر من تأنيب الضمير اللي عنده، من الكارما دي اللي حصلت له جراء ما عمله كمغريات حياة إدخال طرف ثالث، خمور، إدمان، حاجات كتيرة. عاوز يصبح إنسان جديد ويرجع لكم ويقولها لكم إنه خلاص هيلقى، أو هو بحد ذاته هيحاول إنه يخرج الطرف الثالث من العلاقة، إنه يظهر لكم قيمتكم عنده بالطريقة الصحيحة، مش بالطريقة اللي كان بيها في السابق. شخصية جديدة، شخصية عندها أناقة، عندها كلمتها، هيحاول يتخلص
من السحر ده اللي اتعمله، يصفي أمور حياته، يبتعد عن المغريات اللي كان عايش فيها، ويصبح إنسان آخر، عشان لما يرجع معاكم أو هو حتى لو كان معاكم يرجع إنسان جديد تشوفوه بصفة جديدة. دي كانت أسراره وأفكاره، طاقتكم وطاقته. هنشوف دلوقتي نصيحة الكروت ليكم يا أصحاب المجموعة الثانية. السعادة، لبونور، لتوال دو لا فام، كارت برج الدلو الأنثى، الانتليجنس الذكاء، هنا بالذكاء، الانتليجنس، الذكاء يتطلب حاجات كتيرة، مش شرط الإنسان يكون متعلم الكتاب، يقدر يكون الإنسان مثقف السلم، يعني معرفة بمعرفة بمعرفة تعرف حاجات. الإنسان بحد ذاته لو يدخل في أعماق أعماقه هيقدر يتعرف على نفسه من ضرو جديد، ويلقى في نفسه أو في شخصيته حاجات بحد ذاتها كانت غامضة عليه. فلو يخدم الإنسان عقله وذكاؤه بطريقة سوية، يقدر يوصل للأمنية اللي هو عاوزها، ويتشافى من كل الأذى ده اللي عنده، عشان يوصل لمرحلة السعادة، لو بونور، وربنا يبارك له في كل خطوة في حياته. دي كانت نصيحة الكروت لأوراكل ريبلين. نشوف نصيحة الكروت الأوراكل الثاني. يلا، كو دو تياتر، شايفين المسرح؟ لما تكون المسرحية، معرفش ازاي بقولها بالعربية، لكن هحاول يعني ابسطها في مثال. شايفين المسرح كده، في الستاير دول، لما تكون في تمثيلية بعدين تيجي اللقطة الحاسمة في المسرحية دي. أبا اللقطة الحاسمة دي في المسرحية بيقولها بالفرنساوي كو دو تياتر، يعني حاجة لم تكن تتوقعونها في الحكاية دي. غيجوي توا دي كو دو ديستان، افرح لما يأتيك به القدر. أنتيدوت على مونوتوني، دواء ضد الحاجة اللي انتم متعودين عليها. Ils ont le parfum de cet instant, de cet instant, de ces instants où avec spéguerlerie la vie nous surprend. هنا بيقول لك يعني ils ont le parfum de ces instants où avec spéguerlerie la vie nous surprend. افرح لما يعطيه لك القدر. فالحاجات دي اللي بتديها لك القدر هي دواء تشفيك من عادات متعودين عليها، وتديلكم النكهة اللي للحظة انتم يعني ما كنتوش متوقعينها في حياتكم، هتدفعكم على انكم تفرحوا وتغيروا وجهة نظركم للعالم ولحياتكم ان شاء الله. طب ما هي الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي؟ 100%، 80%، 60% و50%. مية بالمية برج السرطان، برج الثور، برج الجدي، وبرج عفوا برج العذراء 80%، برج الحوت 80%، برج العقرب 80%، 60%، برج القوس، برج الحمل، وبرج الجوزاء. أما الأبراج المتبقية 50%، برج الأسد، برج الميزان، وبرج الدلو. إلى هنا وصلنا لنهاية هذه القراءة. أرجو منكم دعم القناة باللايك والشير والسبسكرايب،
وأقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى، مع السلامة.